للمزيد من المتابعة عبر الهاتف ينضم إلينا سيد مصطفى أمين الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية. سيد مصطفى أهلا بك. أهلا بحضرتك وبالسلام المشاهدين. يعني ربما لا يوجد شيء عندي أعلق عليه على ما تابعناه في الفيديو، أن يقوم شخص بإحراق نفسه في محاولة لإثارة البلبلة أو للسير على نهج معين، كيف تعلق عليه سيد مصطفى بدورك يعني باحث في شؤون الجماعات الإرهابية؟ وفي الحقيقة الفترة دي وخاصة بعد فشل الدعوات اللي تمت في سبتمبر الماضي الخاصة بمحاولة إثارة الجماهير واستغلال مسألة التصالح على المباني وغيرها، هي ده موسم بتحاول فيه الجماعة الإرهابية جماعة إخوان المسلمين والجماعات الأخرى المناورة للدولة المصرية إنها تفتعل أي أزمات، تفتعل أي مواقف، تفتعل أي محاولات من جانب بعض المصريين سواء المختلين عقليا او الموظفين سياسيا في محاوله منها ل يعني في محاوله منها ل يعني اثاره الراي العام وتقليب المواطنين على الدوله المصريه والحكومه المصريه. فدي كلها امور متوقعه في الفتره دي، ومعانا هذا الامر مستمر لحد 25 يناير وما بعده. يعني هو محاولات دايما لافتعال ازمات ومواقف واثاره أمور متعلقة بالمواطنين لخلق نوع من أنواع التوتر ما بين الدولة وما بين المواطن المصري. نعم، كيف تابعت الاعترافات يعني التي أتت على لسان زوجته وابنه سيد مصطفى؟ يعني تحدثوا بشكل أو بآخر إلى أنه أصلا هذا الشخص الذي يدعى محمد حسني يعاني من نقص في بعض الأمور سيد مصطفى. هو أنا شفت الفيديو بتاع هذا الشخص، يعني واضح إن هو عنده مشاكل نفسية وأيضا عنده مشاكل مالية ومشاكل أخرى متعلقة بعلاقاته الأسرية وعلاقاته حتى في محيط عمله. المسألة هو محاولة لاستغلال هذا الأمر، يعني حتى لما بدأ هذا الأمر ينتشر خرجت جماعة الإخوان والقنوات، طبعا هتشتغل قنوات الفتنة هتشتغل على الموضوع ده النهارده بشكل واسع، ان هي تصور انه ابوه عزيزي مصر، وده طبعا كله كلام عبثي. ما فيش المساله دي اعتقد مش هتتكرر سواء في تونس او في مصر او في دول اخرى. المساله دي يعني استهلكت واصبحت كبت محروق، محاوله تقليب المواطنين واستنفار الشعب بشكل معين. اعتقد الامر ده انتهى، او الموجه بتاعت الربيع العربي دي انتهت، لان القائمين عليها وداعميها واللي سوقوا ليها واللي دعموها سواء من القوى الاقليميه او القوى الدوليه اعتقد اصبح وجدوا ان هذا الامر اصبح امر مستهلك لحد كبير. فاعتقد الامر ده يعني امر مجرد يعني سحابه عابره. نعم، ولكن يعني نحن اخذنا منحنى جديد ربما سيد مصطفى. كان دائما هناك استغلال للاشخاص الذين يعانون نقصا في الاموال على سبيل المثال، او نقصا من اي من امور حياتهم، وبالتالي يتم استغلالهم لتنفيذ اجندات معينه. ولكن فكره استغلال مرضى نفسيين سيد مصطفى لتنفيذ هذه الاجندات او اثاره البلبله، كيف تراها انت؟ يعني البعض يتحدث الى أن ذلك منحى آخر من ربما يعني انحطاط هذه الجماعة. بص، هي الجماعة الإرهابية والجماعات الإسلامية المناورة للدولة المصرية واللي داخلة في صراع مع الدولة المصرية منذ 2013 حتى الآن هتستخدم كل الأدوات، وده أمر طبعا متوقع وإحنا عارفين إنه هيحصل بكل أدوات بكافة أنواعها وأشكالها، سواء كانت أدوات يعني متعلقة بالعمل السياسي العادي اللي هو تشكيك في الانتخابات وتشكيك في اجراءات الدوله المصريه الاقتصاديه، او حتى الوسائل غير المنضبطه زي استغلال اشخاص واستغلال ظروف ماليه لاشخاص واستغلال حتى اوضاع عقليه لاشخاص. دي كلها امور الجماعه يعني بتستثمر فيها كل ادواتها في محاوله منها انها تقلب الراي العام على الدوله المصريه. اعتقد الوصول لهذه المرحله نوع من انواع الافلاس. يعني الجماعة أصبح عندها إفلاس، ما عادتش قادرة على استنفار الشعب أو محاولة توجيهه في اتجاه معين. الشعب المصري أصبح شعب واعي ومدرك لحجم المؤامرة اللي بتحاج ضده، وبالتالي هذا الوعي أصبح حاجز صد رئيسي ضد كل هذه الدعوات. فهنجد بقى يعني أدوات من سطحية بالشكل ده، هنلاقي أدوات يعني مستهلكة من النوع دوت، هنلاقي أدوات فيها نوع من العبثية وعدم الاتزان طوال الفترة القادمة.
هو العامل الاساسي في هذا الموضوع او المحرك الاساسي ان هذه الجماعات ليس لها بديل اخر الا هذا النوع من التأليب او هذا النوع من محاوله استنفار الجماهير. فبالتالي الامر مستمر والمواجهه طويله ومستمره سواء على المدى القصير او حتى على المدى الطويل، طالما هذه الجماعه لن تعود مره اخرى الى المجتمع المصري والحياه السياسيه المصريه، ولن يعاد مره اخرى دمجها في الحياه السياسيه المصريه او داخل المجتمع المصري. نعم طبعا، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحديث. كنت ضيفي عبر الهاتف سيد مصطفى امين، الباحث في شؤون الجماعات الارهابيه. شكرا لك.